تساؤلات عدة تطرح حول قدرة القراصنة على تهديد المؤسسات المالية وسرقة معلومات نووية تتعلق بأنشطة عسكرية، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم. في مارس الماضي، أدت عملية تايكس إلى تفكيك العصابة المسؤولة عن عدة هجمات برمجية التي أصابت أكثر من 100 مؤسسة مالية على مستوى العالم. واشترك في هذه العملية كل من الشرطة الوطنية الإسبانية ومكتب الشرطة الأوروبي اليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. ولمواجهة هذه المخاطر، دعا صندوق النقد الدولي إلى تحرك عالمي لمواجهة أي تهديد إلكتروني من خلال 4 عوامل. أولها تعميق الفهم للمخاطر الإلكترونية من حيث مصادر التهديدات وطبيعتها وكيفية تأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي. ثانياً، تحسين التعاون بشأن المعلومات الاستخباراتية عن التهديدات الإلكترونية. أما الاتجاه الثالث فهو تحقيق اتساق أكبر بين المناهج التنظيمية حول التهديدات الإلكترونية بين الدول النامية والدول المتقدمة. وأخيراً، وضع بروتوكولات استعدادا للأزمات والاستجابة لها على المستويين الوطني والدولي. وأشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالخطوات التي اتخذتها الدول الصناعية 7 الكبرى للتعاون في مجال التصدي للهجمات الإلكترونية، وضرورة توسيع نطاقها ليشمل كل البلدان، فضلا عن تعميق الشمول المالي وضمان أمن المعلومات وتكنولوجيات التواصل. تحذيرات دولية من خطورة الهجمات الإلكترونية لقدرتها على إعاقة التطور المالي وخلق مناخ من عدم الثقة، ولا سيما إذ تعرضت البيانات الشخصية والمالية لخطر الاختراق. لذا بات من مصلحة الاقتصادات المتقدمة أن تعمل مع البلدان الأخرى لتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وبناء القدرات.